إذن هجمات وهجمات مضادة بطائرات مسيرة وأيضا بصواريخ كروز أطلقها الجانب الروسي على الضواحي المختلفة في كييف. ترى ما التفاصيل من موسكو؟ مراسل القاهرة الإخبارية معنا حسين مشيك ومعه المزيد من التفاصيل حول ما يجري على الأرض أو في ناحية الميدانية. إذن أحييك حسين، نتحدث حول التفاصيل التي تحدث الآن حسين، وخاصة في الناحية الميدانية. والسلطات الروسية كما هو مكتوب على شاشة القاهرة الإخبارية تعلن أن طائرة مسيرة حاولت أن تضرب العاصمة موسكو، فكيف تبدو التفاصيل وكيف تم التصدي لهذه الطائرة المسيرة الأوكرانية؟ نعم حساني، بعد التحية، في تمام الساعة 11 من صباح اليوم أطلقت القوات الأوكرانية طائرة مسيرة باتجاه منطقة بادولسك جنوب غرب العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا القوات الأوكرانية حاولت استهداف منشأة لتصنيع الطائرات المسيرة الروسية. وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أكدت على تصدي الدفاعات الجوية الروسية للمسيرة ودون وقوع أضرار، إن كانت أضرار مادية أو أضرار جسدية. أيضا عمدة موسكو في بيان له أكد على إيقاف حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار فنوكوفا، حيث يقع مطار فنوكوفا أيضا جنوب غربي العاصمة موسكو، لذلك تم إيقاف عدد أو إيقاف حركة الطائرات في المطار لبضعة دقائق، ومن ثم تم استئناف حركة المطار بشكل طبيعي كما أعلنت السلطات الروسية. الخطوة الأوكرانية اليوم بمحاولة إطلاق مسيرة تجاه أحد الأهداف في روسيا هي جديدة من نوعها، حيث هذا الهدف يصنف على أنه هدفا عسكري، أيضا الهدف قريب من العاصمة موسكو، لكن هذه الخطوة هي ليست مفاجأة بالنسبة للجانب الروسي، حيث كان من المتوقع لدى الخبراء الروس خلال ساعات الصباح الأولى اليوم، بعضهم توقع بأن تطلق أوكرانيا مسيرات تجاه العاصمة موسكو أو تجاه أراضي القرم، لأن القوات الروسية يوم أمس نفذت ضربات عالية الدقة بشكل مكثف على مطارات عسكرية في غرب أوكرانيا، لذلك الرد الأوكراني سيكون عبر إطلاق المسيرات تجاه الأراضي الروسية، لأن هذه المسيرات أسعارها رخيصة مقارنة مع أسعار الأسلحة الأخرى، كما أيضا هذه المسيرات تزعزع الداخل الروسي وتثير بعض الذعر لدى الداخل الروسي، لذلك أوكرانيا تستخدم المسيرات منذ فترة كنوع من الرد الأوكراني على ما تقوم. لكن هناك يعني في الجانب الأوكراني حسين، يعني أوكرانيا تعلن أيضا أنه قد تم استهداف عدة مناطق فيها بطائرات مسيرة روسية، وأيضا تم إطلاق عدد كبير من صواريخ كروز باتجاه الجانب الأوكراني. بالتأكيد حساني، كما ذكرت لك، خلال الليلة الماضية القوات الروسية نفذت ضربات صاروخية مكثفة على الغرب الأوكراني، وهذا جديد حيث تم استهداف المطارات العسكرية في الغرب الأوكراني، لذلك الرد الأوكراني اليوم على الضربات الروسية أتى عبر إطلاق المسيرة نحو منطقة بادولسك جنوب غربي العاصمة موسكو. القوات الروسية أيضا في البيان لوزارة الدفاع الروسية أكدت على تدمير مستودع للصواريخ وللأسلحة في ضواحي زاباروجي، بالإضافة أيضا إلى المقاطعات التي تم التقدم للقوات الروسية بها، وتحديدا في منطقة دانيسك وجنوب دانيسك، إضافة أيضا على محور كراسني ليمان يوجد تقدم للقوات الروسية. لكن في حقيقة الأمر حساني وفي أرض الواقع، الجيش الروسي وأيضا الجيش الأوكراني يتخذون مسار التجميد أو تهدئة التقدم على أرض الواقع، فقط القوات الأوكرانية تقوم باستخدام المسيرات في الصراع الدائر مع موسكو، وأيضا القوات الروسية تقوم بتوجيه ضربات صاروخية على الأراضي وعلى المنشآت العسكرية الأوكرانية كما تتحدث وزارة الدفاع الروسية. من قبل الطرفين الروسي أو الأوكراني لا يوجد أي تقدم على أرض الواقع تقدم. ونحن نحدثك حسين أيضا نعرض يعني نحن نحدثك الآن نعرض مشاهد يعني بقايا المسيرات التي أطلقت على موسكو الآن بجوارك في المشاهد مباشرة. بالفعل حساني، نعم، وزارة الدفاع الروسية أكدت على أن الدفاعات الجوية أسقطت المسيرة الأوكرانية التي أطلقت تجاه
الأراضي الروسية. وكما هي العادة السلطات الروسية الآن ستتوعد النظام الأوكراني والقوات الأوكرانية بالرد، وستؤكد السلطات الروسية على أن هذه الخطوات تؤكد جوهرية النظام الأوكراني، أي الإرهاب ورعاة الإرهاب وأيضا الاعتداء على المدنيين، وأن هذه الخطوات من شأنها إثارة. لكن هل يبدو أن في المشاهد مثلا يعني حسين لبقايا هذه المسيرة سقط في منطقة زراعية يعني بعيدا عن المدنيين، يعني هل سقطت هي في منطقة بعيدا عن المدنيين لذلك لم تحدث أي أضرار بشرية نتيجة لسقوط هذه المسيرة الأوكرانية؟ حساني، في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة أو التي أسقطت فيها الطائرة هي منطقة بادولسك، وهذه المنطقة هي تقع ضواحي العاصمة موسكو، منطقة ليست مكتظة بالسكان، وأيضا القوات الأوكرانية كانت تعمل أو تحاول استهداف مركز عسكري أو هدف عسكري، منشئة لتصنيع الطائرات المسيرة، فهذه المنشأة بطبيعة الحال هي تكون بعيدة عن المدنيين، إضافة أيضا إلى أنه اليوم هو يوم الأحد واليوم هو عطلة رسمية في الأراضي الروسية، ولذلك معظم المدنيين الروس يغادرون بعض المناطق بحثا عن قضاء عطلة الأسبوع، لذلك هذه المسيرة لم تسفر عن الحاق الضرر بأي من المدنيين، فقط الدفاع الروسية أكدت على أن هذه المسيرة تم إسقاطها من الدفاعات الجوية الروسية. يجب الإشارة حساني هنا إلى نقطة بأن الآن روسيا تعمل على الحاق الضرر بالقوات الأوكرانية، ومن ثم هناك معلومات تتحدث لنا عن أن القوات الروسية تريد الهجوم تجاه الأراضي الأوكرانية وتحديدا تجاه العاصمة الأوكرانية كييف. هذه المعلومات هي ليست رسمية بطبيعة الحال، لكنها قراءة من قبل الخبراء. أشكرك إذن حسين مشيك على هذه التفاصيل، وخاصة فيما يتعلق ببقايا المسيرة الأوكرانية التي حاولت أن تخترق العاصمة موسكو، بقايا هذه المسيرة حصريا لقناة القاهرة الإخبارية. أشكرك إذن حسين مشيك، كنت معنا من موسكو حول هذه التفاصيل.